السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معانا النهاردة فيديو جديد، هنعمل النهاردة مع بعضينا البامية أم عدس. البامية أم عدس دي مكوناتها البصل والطماطم والجزر والعدس والبامية، طبعا دي معانا الخضرة أو بامية مجففة زي ما انتوا حابين. اهي دي بامية. ايه ده؟ دي اكله صعيدي. اه زي ما احنا شايفين الاكله دي بتاعت الصعيده، يعني مشهوره اكتر من اسكندرانيين او اي بلد تانية في الصعيد. زي ما احنا شايفين كده مكونات يا جماعه، ومعانا رستوم. قطعنا الباميه زي ما احنا شايفينها حلقات صغيره كده اهو، وهنبدا كده نحط الميه بتغلي على النار. حطينا العدس بتاعنا، طبعا حاجتنا كلها مغسوله، العدس اتغسل اهو اتصفى ونزل على الميه المغليه. وبعد كده بننزل على طول وراه الطماطم والبصل والجزر اهو زي ما احنا شايفين، التوم وحته التوم صغيره معاهم، ما زي نص معلقه توم. وبنحط بقى بعد كده مكوناتنا اللي هي العطاره بتاعتها، بتبقى حبه فلفل اسود صغيرين، ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه كمون، ما نكترش في الكمون عشان بيسود معانا العدس بيغمقه اهي، وحبه شطه صغيرين زي ما احنا شايفين كده مش كتير، والملح بتاعنا طبعا ده اهم حاجه اهو. ده حطيت الفلفل الاسمر، واخر حاجه هننزل بيها هو الملح اهو. حطيت الملح كده زي ما احنا شايفين كده اهو، بيغلي على النار اهو. دي المرحلة بتاعته الأولانية بتاعت الغلية العدس، زي أي عدس طبيعي بيتعمل، عدس من غير بامية. اه بيستوى العدس طبعا بتاعنا، بياخد على النار كده كويس اهو، كده دخل في السوا خلاص اهو زي ما احنا شايفينه اهو. بص مصفر بقى ازاي يا جماعة. بعد كده هو هتشوفوا المرحلة بتاعت البامية. هنا بقى معانا معلقتين ثلاثة زبدة وتوم، دي التقلية بس. دلوقتي بقى بننزله استوى، بننزله يهدى شوية، بنحطه في الكبة او في الخلاط اهو، بنضرب المكونات كلها اهو يا جماعة. لو انتوا صفيتوه تصفوه، بس المكونات بتاعت المصفى بيبقى فيه البصل والحاجة، في حرام نهدرها، احنا حاطينها عشان هي دي اللي بتحبش العدس بتاعنا. فبص اصفر ازاي وجميل، فبنعمل احسن في الكبة او في الخلاط، بنطحنه زي اي عدس. بننزل بعد كده، طحناه وخلصناه، ننزل بعد كده بالعدس بالبامية بتاعتنا اهو. حلقات بقى البامية دي كانت، طبعا البامية دلوقتي بقت بعشرين جنيه وبتلاتين جنيه، 25 و30، دي بتلاتين انا كنت جايبة نص كيلو على مقدار نص كيلو عدس اهو يا جماعة اهو زي ما احنا شايفينه اهو. كده استوت معانا البامية بتاعتنا. عايزين تهركوا البامية جواه بالكبشه كده او بظهر الكبشه او ظهر المعلقه مقصوصه ماشي، بس احنا عملناها حلقات كده بتبقى صحيحه حلوه زي ما انتوا حابين يعني تعملوه كده. ما كده مظبوطه وكده مظبوطه. هنا التقليه بتاعتنا شغاله، الثوم والراس ثوم حلوه اهم حاجه اهي، والزبده بتاعتنا السمنه، اي مواد ماده دهنيه عندكم بتحطوها اي حاجه اهي اهو. بص بوريكم ان الباميه استوت وهي الطشه لسه على النار اهي، استوت خالص بقت جميله. العدس كان زي العسل والله يا جماعه، جميل اهو. خلاص كده الثوم هطش بقى انا الطشه بتاعت العدس الجميله دي اهي، اهي شايفينها خلصت الباميه بتاعتنا معدس زي ما احنا شايفين كده اهو. بتاخد بعد الطشة دي غلوة تاني برضو على النار، عشان العدس كده بيبقى جميل جدا لما بتحطيه على النار مع التوم، مع خلطة التوم بتاعته، بتاخد مع البامية مع كله، بتبقى جميلة قوي. هو كان جميل. والعيش بتاعنا اهو بنقمره، اكلة كده حرشة وجميلة، من الاكلات الجميلة الصراحة. احنا بنحب الباميه ام عدس سوا عشان احنا صعيده في الاساس اهو، يعني مش بنعملها على طول، يعني مش هقول لكم ان احنا كل يوم، لا لا لا، بنتعمل كل شهور مره، وممكن ساعات بنقعد بالسنه بنعمل عدس العادي، بس ما بتطلب مننا بنعملوه اهي. دي الباميه الاصلي بتاعت الصعيده يا جماعه، محطش عليها اي حاجه تاني،
بص ادي البصل اسمها باميه بالعدس، مش عدس الباميه، لا باميه بالعدس، احنا بنحط الباميه اكتر. ونحط بقى العيش والحاجه وبصل صغير، بصل اخضر عندنا، اي حاجه اي نوع بصل بتحط اهو معاها، والعيش. اكله فتحت النفس وجميله والله اهي، زي ما احنا شايفين كده على الترابيزه بتاعتنا، العدس والباميه ام عدس والبصل بتاعنا وكل حاجه اهو، نعيش اهو، والعيش طبعا اهم حاجه، العيش والحاجات دي اهي. وجربوها يا جماعه مش هتندموا عليها، لانها جميله جدا والله، بتفتح النفس، اكلات بتفتح النفس، حرشه، اكلات حرشه وجميله اهي يا جماعه زي ما احنا شايفين. اهي وهنا وهنا كنا عاملين تفريز ورق العنب اهو، ومشمش كان عندنا برضو اهو. وما تنسوش بقى يا جماعه زي ما احنا شايفين كده اهو، وفي ترمس كنا عاملينه. وما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراكات واللايكات من قناه انا سوسو، قناه منزليه بسيطه وانيقه. واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد. السلام عليكم يا جماعه. ماشي. البامية اهي جميلة جدا اهي. اه. فهي البامية جميلة جدا زمان.